عظيم جاء من وحي الإله، وكأن نورا قد أضيء لمن هدى. صارت به الدنيا تسير بمنهاج، نور على نور على نور هدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، شهادة تطمئن بها قلوبنا وتنشرح لها صدورنا وتدفعنا إلى مرضات الله رب العالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا وقائدنا وأستاذنا وعالم الجهاد وإمام المجاهدين صلوات ربنا وسلامه عليه، وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعن صحابته الغر الميامين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقة كم إذا حلقات كبيرة رمضان كان وأن كذا هذا لأنه حقوق المرأة في الإسلام هوين إذا مسلمات دي حقوق ذا إسلام أوسيين إسلام كه هوين إذا مسلمات ذا أو كراميين وحونا سي حقوق أي هري أوي ذي، لكن إسلام أوسيين. وأول هذه الحقوق حقوق ذا أنا وحقوقها الرئيس حق الحياة، إن هي هوين ذو النولات وحق النولشة، لأن قبل الإسلام سام ودوكسون هين إلهينا سبحانه وتعالى وقرآن كورمين هوين كوال الدلي جري وليبا والحبال نلولين جرين، وكا إلهي سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تيلا حبال نلولين ولو مركا لو يديو أي بأي ذنب أم بأي سبب لو دلين مركا إلهي سبحانه وتعالى دل كاسفو كحرام يلي وحنا حق سيني نولاتو. وعقل الإسلام كسيه هؤلاء ذا مسلم ذا حق المساواة في الإنسانية، إن يتهي قف لا حقوق لصما تننكا إلهي حليه سبحانه وتعالى سوارين تكور رمين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجا، ولهن مثل الذي عليهن رجوا حق أي كليهن هؤلاء كجود كذا مثل مذا أي هؤلاء كن رجوا جود كذا كليهن. إمام ابن كثير عليه مركو آية فسرين، ولهن على الرجال مثل ما للرجال عليهن هؤلاء كوحي ليهن حق أنك جود كذا كليهن مثل مذا. نبينا عليه الصلاة والسلام سوارين تكورهم يحولن، إنما النساء شقائق الرجال هؤلاء وحيهن كليا رجع كوا أدق ما يعني، أما حالهم سعان كوا رجع لقجة مي لقجة حين وسام ودكتورنهم ومنا حواء رضي الله الله ومنا حواء وحي الله سبحانه وتعالى كجة حي أبونا هذا في ديسة مركها وشق أما وقيب كمذا مركها هؤلاء وقيب رجع كمذا. حق الصدحات أو إسلام كسيجي وحق في التعاقد والاتفاقان، إني هؤلاء في شيء سكالي كرتون أجريمن إيو عد لصه حن كرتون أو شيء سكان اللي فرين كرتون، بل أي عد مجن مجلي مجنجلي سين كرتون. والنبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع مركي يعني وفرتي النبي عليه الصلاة والسلام مكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يا قبل مهان اللي رأي علي والاليهين يا نمبي مجنج اللي سجالة علي بعد نعمر هنو اللي باتيو مركي النبي وقعد النبي حول عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يا مهان ومهان عدة مجنج اللي سين وان مجنج اللي بمعنى مجنج اللي هذا مسلمين ترجع سمر دمرنا ويسميهم. وعكليها وين ذو حق ولا ذه مسلمين في التعلم حق وحبر شذا يا قونتن وهو حن ما تقالوا أن نقول رجينا جندر جندر كير هذا إلهين والله فقوقاء وحبر الله ما قوله نبي عليه الصلاة والسلام
waqtigiisii barakaysnaa qayb ka mida ayuu siiyey haweenka oo waxbari jira u khasiisay. Waxaa kaloo markaa ka mid a xuquuqda islaamku si haweeneda muslimada xaqu tamalluk, haweeneeda muslimadii inay hanti yeelan karto, hantideedana markaa ay ku tasarufi karto. Ilaahu subxaanahu wa tacaala isagoo arintaa ka waramay, lirijaali nasiibu mima ktasabuu walinisaai nasiibun mima ktasabna, raggu dheef iyo sheer iyo qaybay kuleeyihin waxay kasbadeen oo shaqaysteen, haweenkuna sidoo kale. Marka haweeneydu waxa ay shaqaysato ay kasbato ay yani la soo baxdayan ee hantideeda way maamuli kartaan, way ku tasarufi kartaan, wayna yani marka inay haweeneydu maal leedahayn maalkaana ay ku tasarufi karto yuu islaamku ogol yahay. Waxaa kaloo islaamku haweeneyda siiyey xaqul miiraad, xaqa dhaxalka. Wuxuu leeyahay lirijaali nasiibun mima taraka alwaalidaan walinisaai nasiibun mima taraka alwaalidaan, raggu dheef iyo sheer iyo qaybay kuleeyihiin wixii markaa loodu waalidi ka tegayna dhaxal ahaa, haweeneyduna sidoo kale. Marka haweeneydu yani inkastoon xalqad gaara oo ka hadli doonta haweeneyda iyo xaqa miiraadka ay leedahay aan ku soo qaadan doono, halkana waxaan leenahay haweeneydu xaqa way leedahay islaamkaana siiyeen. waxaa kaloo leedahay xaqul ikhtiyaari zawj, haweeneydu ninka ay guursanayso laguma khasbi kare, islaamku wuxuu siiyey inay doorato tiyo sideedaba islaamku yani doorka iyo khiyaarka guurka uu shuruudo u dejiyey, oo haweeneyda marka la dooranayana afar xaali midood lagu doorto: inay diin leedahay, inay maal leedahay, inay qurux badan tahay, inay reer fiican ka dhalatay, inay diin leedahay, oo islaamku markaa muhiimadda u saarin haweeneeda diintan. Ninkana markii yani dabcan ninku markuu intaa ku dooranayn, haweeneedu ninka ay dooranaysa iyadna ama loo ogol yahay in markaa ay yani ay noloshii qoyska la qaybsato iyada lafteeda. Nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintan marka waramay wuxuu yihi, laa tunkaxu lyim xataa tustamar, haweeneyda carmalida yacni la guurin maayo ilaa iyada amar laga qaato. Haweeneyda markaa gashaantida ana iyadna markaa yani iyada markay taa hore carmalidin iyadaa dee amarka loo iyada la tashanayo, tan kalena waa la istiidaan weydiinayaayo ninkaa raalli ma ka tahay baa laleeyahay gabadha gashaantidan. Hadday tiraa raalli kama yihi, lagu khasbi maayo, laana maxaa yeelan dee marka gabdhaha la doonanayana inta badan gabdhuhu wax ma raadsadaan, laakiin waa awliyaa al-umuur oo ah cidda gabdhaha taladooda haysan ayaa markaa gabdhaha bixinaya. Deetana diintu iyo shareecadu waxay la hadashay waalidiintii, waxa la yidhin marka uu idiin yimaado wiil aad dhaqankiisa iyo diintiisa raalli ka tihiin u guuriya gabdhihiina. Marka islaamku waxaa kaloo haweeneeda u ogolaada u siiyey xaqdu tasarufi maaliha, maalkeeda inay ku tasarufi karto oo siday doonto, markaa ciday doonto siin karto, sadaqad kala bixi karto, yacni iyadaa tasaruftaama oon cidi oranayn maxaasaa u yeeshan. Sidaa daraaddeed islaamku haweeneeda aad buu u karaameeyey, xuquuq badanna u siiyey. Islaamku u karaameeyey haweeneeda waa ka ilaahay subxaana wa tacaala yani iyadoo hooyean wasayna alinsaana biwaalidayhi xamalatu ummuhu wahnan calaa wahnin, yani waa waalidkii yani ilmihiiba la farayaa samafalkii iyo khayrkii wanaagin. Islaamku haweeneeda u karaameeyey oo makaanadeeda ayuu kor u qaaday. Waa ka ilaahay subxaana wa tacaala yani cidda markan haweeneedan sharafteeda iyo cirdigeega meel kaga dhacda waa kan islaamku markan ka waajibiyey in la xado 80 jeedal. والذina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum 80 jalda walaa taqbaruu lahum shahaadatan abada. Oo xataa qofka yani haweeneeda muslimada wanaagsan meel kaga dhaca sharafteeda xad baa loo waajibiyey 80 jeeda la karbaasho, weliba aan markhaatigiisana la aqbalin. Islaamku markaa haweeneeda u karaameeyey wuxuuna ku karaameeyey inuu waxyaabo fara badan oo culays iyo cidhiidhi ku keenaya oo ka kor qaadin. Matalan haweeneeda muslimada islaamku u karaameeyo uu matalan yani culays badan ma ka horyeen salaata jamaacada haweeneeda muslimada laguma waajibinin, salaada jimcaha laguma waajibinin, bal waxa laga ridayn
jihaadkii oo idin la yiri markaa waxyaabo markaa yani haweenada culays dhib ku keenaya sidaa daraadeed islaamku haweenada muslimada uu karaameeyin xuquuq badan buu siin laana haweenaydu marka aad qof raga tahay afar xaalad muddood ma ku taagantay imma way ku dhashay imma waad dhashay imma way kula dhalatay imma way way ku dhaxday marka afartaba islaamku cala ra'si wal cayn madax ayuu ku qaaday uuna karaameeyey uuna maamuusay haba yaraatee wax culays iyo takaaliif dhaqaale u saarayna haba yaraatee marka haweeneyda ma jirto oo haweeneydu yacni markuu yacni dhaxalka ilaahay siinayn yacni waalidkeeda dhaxlaysa oo waladkeeda dhaxlaysa oo walaalkeeda bay dhaxlaysa deetana waxaas oo ay dhaxashay oo dhan ilmaheedii bay dhaxlaysan haddana haba yaraatee iyada waxaasoo dada inta markay dhaxashayn wax nafaqo oo haweeneyda sharcigu ku waajibiyey bixinaysay ma jirto sidaa daraaddeed ayaa islaamku haweeneyda uu karaameeyey laakiin waa in marka inagu taariikhda islaamka aan akhrino aan fahanno laana maxaa ilaa hadii jeer hadda gaalada waxay noo yeerisan waxay yiraahdaan gender gender yacni dumarka yacni waa la liidaan yacni waa xaqooga hoos loo dhigaa lan islaamku haweeneyda sidoo u karaameeyey diin u karaameysay ma jirto laana islaamka ka hor haweeneydu dee nololba looma ogolayn waa la aasi jirin aad baad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran wasalli allahuma calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.